الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيراً جديداً ويؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. في يوم المرأة العالمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه تحية احترام للمرأة المصرية التي تحمل ضمير الوطن على عاتقها. احتجاجات في لبنان على سوء الأوضاع الاقتصادية وانتشار مكثف لقوات الجيش. الثالثة بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 15 سفيراً جديداً لدى مصر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن احترامه وتقديره وإجلاله للمرأة المصرية، مؤكدا أنها كانت ولا تزال تحمل ضمير الوطن على عاتقها بعزيمة وهمة وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ. وفي كلمة له عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكد الرئيس السيسي أن المرأة نبع العطاء والخير الذي لا ينضب وطاقة الأمان والتضحية التي تتجدد بمرور الزمن، واصفا إياها المصدر الأول للحكمة والمبادئ والركيزة الأساسية لبناء الأسرة وتماسكها. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن الاحتفال بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء التي لا تزال تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب. ووجهت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحية فخر وتقدير لكل سيدة مصرية أكدت بعملها وإنتاجها وصبرها وتضحياتها أن هذا الوطن يستمد منها ضميره وقوته وشموخه. وجه شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب التحية إلى كل نساء العالم ممن أعانوا أسرهم ومجتمعاتهم على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التحديات. وفي كلمة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك دعا شيخ الأزهر الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة من العمل والمشاركة في الحياة العامة وتجريم تعرضها لأي عنف أو ظلم أو تهميش، وكذلك ضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز. أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الأدوار البارزة التي تقوم بها المرأة في تربية أبنائها وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف ما يجعلها حائط الصد الأول أمام التنظيمات الإرهابية. يأتي ذلك تزامنا مع احتفاء المرصد باليوم العالمي للمرأة، حيث أكد المرصد الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة على جميع الأصعدة محليا ودوليا. ويأتي احتفاء المرصد بهذا اليوم متمثلا في تسليط الضوء على أهم قضايا المرأة التي تشغل المجتمعات كافة من خلال مجموعة من المقالات والتقارير والرسائل التوعوية بجميع اللغات التي يعمل بها المرصد، ذلك على مدار شهر مارس الجاري. أكد مفتي الجمهورية شوقي علام أن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتكرمها وتمنحها حقوقها المشروعة كافة. وفي بيان له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، قال مفتي الجمهورية إن الشريعة الإسلامية تعتبر المرأة شريكا أساسيا في تحقيق البناء والتنمية في الدول والمجتمعات باعتبارها تمثل نصف المجتمع، مؤكدا أهمية ما تقوم به من دور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي بدور المرأة في خدمة الوطن وكونها نموذجا للبناء والتنمية. أكدت الالتزام بدعم تمكين المرأة وتحقيق مستقبل متساو في ظل التحديات التي يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا.
كل التحية والتقدير إلى كل امرأة حول العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. كل التحية والتقدير إلى كل امرأة تنسك تاريخ أوطانها. أنت سر القوة وسر البناء والنهضة، رمز النضال والتحدي والأمن والسلام. أنت الحياة. ورسالتي لك اليوم، كوني قوية، ناجحة، شجاعة، طموحة، واثقة في ذاتك وقدراتك، قائدة، حازمة وحاسمة، واحلمي كما شئتي، فأنت شريك رئيسي في البناء والتنمية. وفي ظل جائحة فيروس كورونا، تحملت ظروف وتحديات لم يشهدها العالم منذ عقود. كنت القدوة والنموذج في العطاء والتضحية بلا حدود داخل الأسرة وفي العمل وفي خدمة الوطن. ونحن كمؤسسات وطنية نجدد التزامنا بمواصلة العمل وبكل جد لدعم تمكين المرأة وتحقيق مستقبل متساو في عالم كوفيد-19. وأتمنى أن نحتفل العام القادم بالمزيد من الحقوق التي تحصل عليها المرأة حول العالم. أبرمت مصر تمويلات تنموية مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين لدعم تمكين المرأة ومشاركاتها في الجهود التنموية، وذلك بقيمة 3,300,000,000 دولار بهدف تنفيذ 34 مشروعا في مختلف القطاعات. وقد أوضحت وزارة التعاون الدولي أن التمويلات التنموية التي تعزز تمكين المرأة في مختلف القطاعات التنموية تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها 20% في قطاع الصحة و15% في قطاع التعليم و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي. أكدت جامعة الدول العربية أهمية وجود المرأة في مواقع صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة لها في الحياة العامة. وفي بيان لها بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، أكدت الجامعة أن وجود نساء في مناصب صنع القرار في أوقات الأزمات من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على قدرة الحكومات للاستجابة لتلك الأزمات، ذلك من خلال وضع سياسات تعكس التجارب الحياتية المتنوعة وتمس القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياة النساء. يشكل يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به سنويا في 8 مارس رمزا للكفاح النسوي والمطالبات من أجل تعزيز حقوق النساء بمواجهة التمييز وانعدام المساواة. عظيمات مصر، إن سعادتي كبيرة اليوم بهذه الاحتفالية التي صارت تقليدا سنويا مصريا نحرص عليه. عصر جديد تعيشه المرأة المصرية وإنجازات غير مسبوقة أضيفت لمسيرة الدولة فيما يخص تمكين المرأة في السنوات الأخيرة، وإرادة سياسية أيقنت أن النهوض بالمرأة هو نهضة كاملة للمجتمع بأسره. ومن هذا المنطلق أعلن الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية تقديره لإسهامات المرأة المصرية ودورها الذي وضح ثقله في الآونة الأخيرة. من أجل ذلك وجهت القيادة السياسية أجهزة الدولة لتبني العديد من المبادرات والسياسات المهمة لتعزيز دورها، فشاركت المرأة في الحياة السياسية وتولت المناصب العليا ووصلت إلى مراكز صنع القرار في الحكومة، وشاركت بالحياة النيابية ما بين مترشحة لعضوية البرلمانات وناخبة في الاستفتاءات والانتخابات وعضوة بأحزاب. ونص دستور عام 2014 على قيم العدالة والمساواة، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة. وفي عام 2017 أعلن الرئيس السيسي عام المرأة المصرية في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية عام 2030، لتغدو مصر هي الدولة الأولى في العالم التي تطلق هذه الاستراتيجية. وعلى صعيد التمكين السياسي والقيادة، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء وفي البرلمان المصري إلى 25%، كما اعتلت المرأة منصة القضاء وتقلدت منصب مستشار الأمن القومي للمرة الأولى. وفيما يخص المبادرات، فقد حصلت المرأة على نصيب الأسد منها، مثل مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي،
كما بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر أكثر من 31 مليون سيدة، وبالأرقام تستفيد النساء من 89% من برامج الحماية الاجتماعية. وفي عهد الرئيس السيسي تم إطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسؤوليات الزواج، ووصل البرنامج إلى 75 ألف شاب، منهم 74% من المستفيدات الشابات. وفيما يخص القوانين، فقد تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث. هو إذن تقدم ملحوظ خلال سنوات قليلة مضت في مجال دعم وتمكين المرأة وترجمة حقوقها إلى قوانين واستراتيجيات، والهدف يتمثل في الوصول بالمرأة المصرية للمكانة التي تستحقها في مجتمعها. نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر، ذلك باشتراك الفرقاطة شرم الشيخ والقرويطة أبو قير. وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها التدريب على أساليب عمل التشكيلات البحرية غير المتجانسة في تقدير الموقف، ذلك بمناطق العمليات وأسلوب التعامل مع التهديدات المختلفة. يأتي ذلك في إطار توطيد العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين، ما يسهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. الله أكبر، لنجيب حقهم لنموت يوم. عقيدة قتالية في قلب كل مقاتل مصري في الحفاظ على الأرض والعرض مهما كان الثمن، ولو كان الثمن روحه. طلب لقاء الله وحب الله لقاء، كده كان هيموت وكده هيموت، بس الموتة دي شرف فدا مصر. عالشهادة لأجل وطنه راح أكيد زي ما اتمناها نالها، وده الشهيد عاش بطل ومات بطل واسمه عاش، ذكرى بيخلدها وطنه في كل عين. لولاهم ما كنا هنا. 9 مارس يوم الشهيد. على مدار عقود أثبتت الشرطة النسائية كفاءة وفعالية في ميادين العمل المختلفة بوزارة الداخلية، حيث نجحن في التصدي للجريمة وبسط الأمن بجوار زملائهم من رجال الشرطة، كما أثبتن احترافية شديدة في كل ما يوكل إليهن من مهام نتيجة التدريب العالي. والتقرير التالي يستعرض لحضراتكم جهود الشرطة النسائية. من بداية التاريخ كنت عصب أساسي قامت عليه الأسرة والدولة والمجتمع، أم، أخت، زوجة، بنت، أياً كان مكاني، دايماً بقدر أتحمل المسؤولية وبأدي دوري زي ما قال الكتاب. فكانت المرأة على الدوام الرقم الأهم في المعادلة الوطنية. وزارة الداخلية اهتمت بتدريبي وتأهيلي بدنياً وثقافياً على أعلى مستوى، لأن طبيعة عملي بتفرض تحديات مختلفة لازم أكون قدها. الوزارة بتتيح لي فرصة الحصول على دبلومة إدارة الأزمات والكوارث أثناء دراستي بالأكاديمية، وده بيأهلني للتعامل مع أي ظروف أو أزمات ممكن تواجهني في مجال العمل الأمني بعد التخرج. ومن هنا حاولت أبذل كل جهدي عشان أقوم بدور الإنساني والاجتماعي وأقرب من الناس في مواقف كان لازم أكون موجودة فيها. وزارة الداخلية من زمان بتهتم بتفعيل دور العنصر النسائي في مجال حقوق الإنسان، وعشان كده بقى فيه في كل اسم ضابطة أو أكتر في مجال حقوق الإنسان،
بتساعد السيدات المترددين على الاسم او كبار السن او ذوي الاحتياجات الخاصه في عرض المشكله بتاعتهم. على بوابة مصر بحاول أكون وجهة مشرفة لبلدي، أستقبل ضيوفها وأساعدهم في كل خطوة. دور العنصر النسائي مهم جداً في المطار، لأنه بيبتدي من لحظة وصول الراكب من الطيارة أو حتى لحظة مغادرته، لأننا مؤهلين للتعامل مع كافة الجنسيات بمختلف اللغات، وده دربتنا عليه الوزارة بمستويات عالية جداً، لأن هدفنا استقبال ضيوف مصر بطريقة تليق بيهم وبيهم. وفي الأماكن السياحية المهمة بقوم بدوري وسط أهل مصر وضيوفها. Hello, good morning, welcome to Egypt. وزارة الداخلية اهتمت بتدريبنا على طرق التعامل مع السائحين عشان نقدر نوفر لهم كل الإجراءات الأمنية مع زمايلنا الضباط وننقل صورة تليق بالمرأة المصرية. وفي الشارع القرب من الناس واجبي ومهمتي الأولى. احنا وجودنا بيطمن اي بنت ماشيه في الشارع، لان هي متاكده ان اي حد هيضايقها او يتعرض لها هتلاقينا موجودين حواليها في كل مكان. هدفنا حمايتها وتامينها. كان تحدي كبير بالنسبه لي ان انا اقدر اوفق بين حياتي وبيتي وشغلي وانجح فيهم كلهم، والحمد لله حاسه اني حققت جزء كبير من التحدي ده. اما وقت الازمات انا في خدمه اهلي وناسي، احافظ على حياتهم وافديهم بروحي. احنا اول فريق اطفاء وانقاذ لدار العمل للحمايه المدنيه، تكون من 5 معاونات، وحصلنا على فرق الاطفاء والانقاذ الاساسيه وحرائق المواد البتروليه وحرائق المطارات وعمليات الشرطه، لان في بعض البلاغات تطلب عنصر نسائي. حمايه الناس كان هدف ثابت قدامي، حسيت إني لازم أضحي وأطور مهاراتي عشان أوصله، ودلوقتي بكون فخورة وأنا بشارك بدوري في إحساس الناس بالأمان. طبيعة عملنا تحدي كبير بالنسبة لنا كبنات، لكن دايماً بنحاول نثبت إن إحنا نقدر. احنا هنا بنتدرب على اعلى مستوى، بدايه من تدريبات اللياقه البدنيه، الكفاءه القتاليه، تدريبات الدفاع عن النفس، الايكيدو، التنفا، استخدام الاسلحه المختلفه، الاقتحام، نزول بالحبال. كل المهارات ديت بتاهلنا للعمل في الميادين المختلفه بكفاءه عاليه، وبنادي دورنا بجوار رجال الشرطه ودايما جاهزين في اي وقت لحمايه اهل مصر. اللي فات نماذج من دور الشرطة النسائية، لكن في غيرها كتير، وكل يوم بيعدي بكتسب مهارات أكبر وبطور نفسي أكتر عشان دايماً أكون في خدمة بلدي وأدي المسؤولية. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع رؤساء المجالس التصديريه لاستعراض اهم ملامح برنامج دعم وتنميه الصادرات الجديد. وبدا الاجتماع بالتاكيد على ان الدوله مهتمه بملف دعم الصادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التوافق مع المصنعين والمصدرين على برنامج مرن لدعم الصادرات المصريه، مؤكدا العمل على زياده حجم الصادرات دعما للصناعه المصريه ولتوفير المزيد من فرص العمل. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره اليوناني نيكولاس دندياس لمناقشة سبل دفع وتطوير مجالات التعاون بين البلدين. وقد أكد المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ أن وزيري الخارجية البلدين قد ناقشا أيضا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقعت جامعة القاهرة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجامعة والوزارة بشأن الإعداد الجيد والتدريب المستمر للنهوض بالأئمة والواعظات في مختلف المجالات. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن البروتوكول يهدف لدمج الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية. من جانبه أكد رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت أن الجامعة تحرص على المشاركة
فعالة في تطوير العقل الديني ودعم القضايا المجتمعية لتنمية ثقافة الفكر الوسطي وتقبل الآخر. وضعنا بروتوكولا للتعاون في المجالات التدريبية المشتركة والتعليمية، حيث سوف يتم تدريب السادة الأئمة والواعظات من وزارة الأوقاف في جامعة القاهرة في مجالات علمية متعددة مثل علم الاجتماع، علوم اللغة العربية، علوم الإعلام، علوم النفس، وده بيدي فرصة لاتساع الدائرة المعرفية التي ينهل منها الأئمة. تواصل الحكومة جهودها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام خاصة في ظل الأضرار الصحية والبيئية. وقد قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على الصحة والبيئة متشعبة وكثيرة، وذلك نتيجة تفاعل المادة الحرارية مع المواد الكيماوية بالكيس، مشيرة إلى أن 80% من الأمراض التي تنتقل من الحيوان للإنسان سببها خلل بالتوازن البيئي، والذي يسهم البلاستيك في جزء كبير منها. أغلق محتجون في لبنان طرقا رئيسة في مختلف أنحاء البلاد، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، ذلك احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي. وقام المحتجون بغلق غالبية مداخل بيروت، كما أضرموا النيران في النفايات والإطارات. أشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى إغلاق المحتجين طرقا عدة جنوب بيروت، أبرزها طريق المطار، وفي مناطق الشمال خصوصا طرابلس والبقاع شرقا وفي جنوب البلاد. كما بدأ الجيش اللبناني عملية انتشار واسعة في عدد من المناطق اللبنانية على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وقد تمكنت قوات الجيش من فتح بعض الشوارع الرئيسية أمام حركة السير التي كان متظاهرون قد أغلقوها في إطار الاحتجاجات التي على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث قام الجيش بفتح بعض الطرق دون الدخول في مواجهات مع المتظاهرين والمحتجين. دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي جميع القوى السياسية ومعارض الحكومة إلى عقد حوار وطني. وفي كلمة له بمناسبة اختتام زيارة البابا فرانسيس إلى العراق، أكد القادمي أن العراق أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة والعالم رغم كل العقبات والتحديات، مشددا على تمسك الحكومة بإرادة الشعب العراقي في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار. إن العراق اليوم أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة والعالم رغم كل العقبات والتحديات، وأننا كحكومة متمسكون بإرادة شعبنا في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار. وعلى أساس هذه المسؤولية التاريخية وفي أجواء المحبة والتسامح التي عززتها زيارة قداسة البابا على أرض العراق أرض الرافدين، نطرح اليوم الدعوة لحوار وطني لتكون معبرا لتحقيق تطلعات شعبنا. إننا ندعو جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحوار المسؤول. نهاية النشرة الثالثة، ولا يبقى سوى تذكرة بأبرز ما جاء بها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا، ويؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة. في اليوم العالمي للمرأة، الرئيس السيسي يوجه تحية احترام للمرأة المصرية التي تحمل ضمير الوطن على عاتقها. احتجاجات في لبنان على سوء الأوضاع الاقتصادية وانتشار مكثف لقوات الجيش. انتهت نشرة الثالثة. نشكر حضراتكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء. دمتم في رعاية الله.